جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يسأل ويقول: قمت بأداء العمرة في آخر جمعة من شهر رمضان، وقبل أداء المناسك جاء وقت صلاة الجمعة، فجلسنا لسماع الخطبة بالحرم الشريف وكان الجو حار، فقمت بتغطية رأسي بالإحرام، فهل علي من شيء؟ لا يجوز لك تغطية رأسك إلا إذا خشيت الضرر، إذا خشيت الضرر من برد شديد أو من شمس ووضعت عليه غطاء فإنه يجوز لك ذلك، لكن مع الفدية. تفدي بأن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، أو تتصدق بأن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف تقريبا من الطعام في مكة، على 6 مساكين في مكة كل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تصوم 3 أيام. مخير بين هذه الأمور الثلاثة: ذبح شاة، أو طعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، لقوله سبحانه وتعالى وأتم لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، لما آذاه هوام رأسه، نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. نعم.